السلام عليكم إخواني. بعد الشرح أو الدرس الثاني حول كيفية التخلص من مشكل علامة التعجب، أرسلني العديد من الأشخاص يقولون أن عملية ربما متعبة، يعني متعبة، يجب أن نعمل روميكس ثم ننتظر. الآن أتيكم بطريقة ثانية، فمضمون هذا الفيديو سيكون على جزئين. الجزء الاول متعلق بطريقه جد جد مهمه اكتشفتها مؤخرا في اليوتيوب، وهي حول كيفيه ازاله هذا المشكل عبر مراسله اليوتيوب، وتاكيد ان الفيديو لك رغم انه ليس لك. الطريقه تكون سهله جدا. سنحمل الفيديو الذي نريد. نعم، نحمل هذا البرنامج سنستعمله، مثلا نحمل الفيديو، مثلا هذا فيديو حول الكرة سواريز الى اخره، يعني نستخدم برنامج فيديو اديتور كبرنامج للتعديل على الفيديو. هناك عدة برامج للتعديل على الفيديو، نستعمل هذا البرنامج مثلا، يعني ناخذ مثلا هذا الفيديو هنا. نعم، ثم ندخل الى هذا الموقع الخاص باليوتيوب، وهو خاص بالصوتيات اليوتيوب. ثم نحمل احد المقاطع هنا، مثلا نحمل هذا المقطع الاول. نعم، انا كنت قد حملته مسبقا، يعني سنستعمله الان. ها هو، يعني ناخذه من هنا ثم نضعه في ميوزك. نعم، ننقص منها الى حدود الفيديو، مثلا نزيد في الفيديو، مثلا في مدة الفيديو، يعني يمكنك التعديل على الفيديو كما تريد. نعم، ننقص، عفوا، يجب ان ننقص في الأغنية هنا الى حدود الفيديو. ثم نقوم بكريي، نذهب الى اعدادات متقدمة، ثم نختار الجودة العالية للفيديو، ثم كريي. نعم، الفيديو يتم التعديل عليه، يعني اضفنا له اغنية فقط. يمكنك ان تضيف العديد من التأثيرات حتى تتمكن من سرعة في الإجابة من طرف يوتيوب الذي ستراسلهم من بعد. يعني الآن هذا هو الفيديو، ها هو مكتوبة فيه سواريز، انظروا جيدا سواريز. الآن سنقوم إلى تحميل، نذهب إلى تحميل الفيديو. نعم، هو فيديو، اخترت فيديو قصير جدا لتسريع التحميل عفوا وصول فكرة، يعني لا اريد تحميل هذا الفيديو لكن اريد ان اصل الفكرة فقط، يعني هو في طور التحميل الان، ننتظر حتى يحمل. كما قلت في الجزء الاول سيكون على هذه الطريقة، والجزء الثاني سيكون حول الـ RDP، ما هو الـ RDP وكيف يعمل الـ RDP وما يجب الحصول على الـ RDP الذي هو برنامج او سيرفر مهم نستعمله في اليوتيوب للربح. انا شخصيا استعمله، فهو جد خطير بالنسبة للحسابات، لانه يقوم برفع الفيديوهات التي ليست لنا. ربما سنشرح من بعد هذا الفيديو. الان سنتطرق الى هذا المشكل، ثم نذهب الى شرح الـ RDP، ما هو الـ RDP. خمسة وسبعون في المئة. كما قلت لكم، سنراسل اليوتيوب بعد رفع هذا الفيديو. بعدما يقولون أن الفيديو ليس لنا، سنقول نعم هذا الفيديو لنا، وهذا الدليل على أن الفيديو لنا. كيف سنقول ذلك؟ فطريقة جد جد سهلة. سنذهب مثلا إلى هذا الموقع، أو عفوا إلى موقع يوتيوب لايبراري، اوديو لايبراري، ونستعمل ايضا هذا الموقع. هذا موقع مكتبة الصوتيات، سنرى الطريقة. تم
رفع الفيديو أخيرا. انظروا هذا هو الفيديو ووقيد المراجعة. مثلا عندما يقولون أن هذا الفيديو ليس لنا، يجب أن ننتظر إلى أن يتم رفض الفيديو، يعني سننتظر إلى أن تظهر علامة تعجب هنا ثم نقوم بمراسلة اليوتيوب. انتظرونا بعد إلغاء المراجعة.